ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعزول والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق بتصريحات جديدة قوية وغير مسبوقة حول المؤسسة الملكية والملك محمد السادس. وقال بن كيران خلال كلمة له أمام أعضاء شبيبة حزبه بمراكش بثت مسجلة على صفحته بالفيسبوك: ورثنا من التاريخ الإسلام والملكية وعليهما بني المغرب، ومطلوب منا بذل مجهود من أجل إعطاء نموذج المواطن الصالح. مضيفا: سمحوا لي المغاربة، إذا لم يعجبكم شيء في سياسة الملك فهذا من حقكم، ما تخربقوش عليا، الملكية هي الأولى أساسا وماشي الملك. وأردف رئيس الحكومة المعفي: مهما كان ما خصناش نفرطوا فيها، بين قوسين الملكية باش نبقاو مجموعين ونبقاو دولة وأمة ونشوفوا ريوسنا في المرايا ونعرفوا ريوسنا، وإلا غدا ما غاديش تعرفوا ريوسكم ولا شكون أنتم ولا من يحكمكم ولا من أين أتى. وتابع: انظروا إلى الوضع الليلي وتابع انظروا الى الوضع الليبي، واش ما بقاش فيكم الشعب الليبي، وحمد الله على بلادكم وملكيتكم وملككم. ويرى المسؤول الحزبي السابق ان ماشي كلشي اللي كيديروا الملك مضطرين يعجبنا، يمكن شيء يعجبنا وشيء لا، لكن يجب ان نقول للملك ان هذا الامر غير مناسب بالاداب والصواب اللازمين، واذا قال لنا ما لا نقدر على تحمله يجب ان نقول له لا. بن كيران اعتبر أن الملكية على رؤوسهم وطاعتها واجب شرعي، لكن هذه الأخيرة مقيدة بالمعروف، إذا أقر الملك فعل غير مطابق للمبادئ يجب قول ذلك بدون خوف. مردفا: نحن لا نبحث عن المشاكل ولا نريد الذهاب للسجون، لكن ليس بأي ثمن، وإذا اقتضى الحال أن نضحي فالأنبياء قتلوا وضحوا، فماذا سيقع إذا أدينا نحن كذلك في المغرب شيئا من هذه التضحية؟ فعندما تؤدي الثمن وتقدم التضحيات والشهادات تؤمن بك الجماهير. والسرسل: لا يجب أن نصبح مجموعة من الجبناء ونخوف بعضنا مما يقع في الشرق، ما ترهبوناش بما يقع في سوريا وليبيا. ويقول بن كيران ويضيف: فهذا عيب، وإذا كان الحزب العدالة والتنمية سيصبح مجموعة من الجبناء ودايرين واحد الفقيه يرهب الناس بما يقع في الشرق ومجموعة من الحريصين على المناصب الوزارية، فأنا لست من هذا الحزب. خرجت بن كيران تعتبر مخالفة لما كان يقوله سابقا، فقد عرف في جل خرجاته بتحذيره للمغاربة بأن يصبحوا مثل سوريا وليبيا وبقية الدول التي عرفت انتفاضات شعبية وتحولت لحروب أهلية. فما الذي دفعه إلى مهاجمة أصحاب هذا الخطاب من إخوانه في الحزب؟ قلت لهم احنا ورثنا من التاريخ الإسلام والملكية، هذا الشيء اللي ورثنا، راه هادو علاش مبني المغرب؟ خصنا وحنايا اللي مطلوب منا نبذلوا واحد المجهود باش هاد الاسلام يعني نعطيو عليه النموذج ديال المواطن الصالح ان لم يكن المواطن الاصل. هذاك السيزيان قال لهم انا ماشي متفق باش نحيدوا القداسه الملكيه، لا سيدي، الحمد لله هذاك طلب مني انا شخصيا في اللجنه اللي كانت تشوش علينا، احنا المرجعيه ديالنا ما هي في الفرنسيه عاديه، ولكن عندنا حنايا لا كان لا بيرسون دي روي ساكرير صافط لنا سيدنا قال لنا القداسه لله والعصمه للانبياء وانا ملك مواطن. انا اعتبرت ذاك النهار فتح رباني ومبين وكبير من الله سبحانه وتعالى، ولكن انا اللي طالبت السي المعتصم باش نديروا في الدستور الاحترام والتوقير لجلاله الملك. وسمحوا لي نقول للمغاربه ما يعني الا ما عجبتكمش السياسه ديال سيدنا في شي حاجه راه حقكم، هذا ما يمكنش سيدنا يقول لينا لا خصكم كلشي اللي كندير يعجبكم، ما يمكنش. هو انسان، هو كيعترف بالإنسانية ديالو، ليس لا ملكا ولا نبيا، هو إنسان يصيب ويخطئ، فهمتيني ولا؟ ود 20 عام الحمد لله اللي عشنا معاه راه يعني يمكن فيها أخطاء، ولكن راه الخير ديالها لا يغفله أحد.
ونقولوا تنياو الى غير خدينا بعين الاعتبار هذه العشر سنوات اللي دازت في الدول العربيه والاسلاميه كلها ارتباك واضطراب، وبالسبب ديالو هو الاول ماشي ديالنا حنايا، حنايا ساهمنا باش نكونوا زعما صرحاء وواضحين بهذا الكلام امام الله سبحانه وتعالى. السبب ديالو هو الاول قدر يخرجها من واحد العاده، لان حنايا لا انا ولا انتم بما في ذلك انا اللي كنت رئيس الحكومه راه كنشوفوا غير شويه، واش تقدر تعرف انت كل شيء اللي كان كيدور ديك الساعات والضغوط اللي كانت وما نعرف شنو ما نعرف شنو ما نعرف شنو على مستوى الدوله. وملي تشوف الدول كيف انتقلت، احنا كنتقطعوا دابا على ليبيا نتينا ولا كنتقطعوا عليها، ما بغيتش نذكر الدول الاخرين باش من نتينا ولا شوف شنو وقع في الدول الاخرى، مصرها ما نعرف شنو، اما سوريا وليبيا والعراق وهذاك الشيء خلاص، واليمن. اذا كان المغرب سمحوا لي يا المغاربه ما تخربقوش عليا، انا راه ماشي 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 لهذه الدرجه خفيف باش نبدا نتينا ولا. الملكيه ماشي الملك، الملكيه هي الاولى اساس مهما كان خصنا ما نفرطوش فيه مهما كان، باش نبقاو مجموعين ونبقاو دوله ونبقاو امه ونبقاو كنشوفوا ريوسنا في المرايه وكنعرفوا ريوسنا، والا راه غدا ما غتعرفوش ريوسكم شكون نتوما ولا شكون كيحكمكم ولا منين جا ولا الى اخره، ولا فوقاش غيبدا ولا فوقاش غيسالي ولا هما في ليبيا مساكن شحال داروا ديال الانتخابات وشحال داروا ديال الدساتير وشحال جمعوهم في المغرب وشحال الى اخره، احنا باقيين واحدين. ما تيبقاش فيكم الشعب الليبي، وحمد الله على بلادكم، وحمد الله على الملكيه ديالكم، وحمد الله على الملك ديالكم. إذا قلتوا لي الشعب الإله واش كل شيء، لا ماشي كل شيء اللي كيدير الملك مضطرين حنا يعجبنا، يمكن شي حاجه تعجبنا يمكن شي حاجه ما تعجبناش، ولكن الا غنتكلموا مع الملك ديالنا خصنا نقولوا له نعم سيدي هذا الشيء ماشي هو هذاك، بالادب اللازم والصواب اللازم، ولا قال لنا شي حاجه اللي ما اللي ما اللي ما اللي ما اللي ما قدرناش نتحملها نقول له نعم سيدي هذه ما نقدروش نتحملها. بما في ذلك احنا كحزب، بما في ذلك احنا كحزب في رئاسه الحكومه، ما يمكنش نقولوا احنا غنبقاو غاديين في هذا الطريق فين ما وصلتنا، لا. الملك على ريوسنا، الملكيه على ريوسنا، ولكن من خدمه الملكيه انك تكون في الاصل تسمع لها وتطيع، هذا امر الله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما فيها لا هضره ولا كلام، ولكن هذا الطاعة مقيدة بالمعروف، إلا شتي شي حاجة ماشي هي هذيك تنصح، إلا كانت ماشي في المبادئ ولا ماشي مشكل تصبر، ولا كانت في المبادئ والأسس تقول لا، ولو أدى ذلك إلى أن، لأن عاوتاني كاين هذا الخطاب التخويفي، حيت الإخوان تيتكلموا على التبخيس ما تيتكلموش على التخويف والترهيبي والإرعابي الذي يرعب به أبناء حزبنا وأبناء حركتنا، غير معقول هذا الكلام. صحيح احنا ما كنقلبوش على الصداع الإخوان، ما بغيناش نمشيو للسجون، ما بغيناش نمشيو للمشانق، ما بغيناش يتكرر عندنا ذاك الشيء اللي وقع في دول أخرى، ولكن ليس بأي ثمن. إذا اقتضى الأمر أننا نضحيو بحال اللي ضحاو الناس كاملين عبر التاريخ، دعاة الإصلاح كانوا يضحون، الأنبياء قتلوا، الذين يامرون بالقسط من الناس قتلوا، شغا يوقع إلا حتى احنا في المغرب يعني أدينا احنا نصيب من هذا الشيء هذا. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذاك هو اللي كيكون ولا بد وتتأدي الثمن. الناس كيقولوا هادو ناس معقولين، لأنه لو كان ما كانوش ناس معقولين ما يعطوش الأرواح ديالهم سبيل هذا الشيء اللي كيقولوا اللي كيديروا. احنا خصنا إلى اقتضى الأمر ما بغيناش احنا، اللهم إنا لا نسألك البلاء ولكن نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. نعم، ولكن ماشي حنايا غنوليو مجموعه ديال الجبناء فهمتيني ولا لا، وملافين مع بعضياتنا فهمتيني ولا لا، ودايرين شي مدن كيخوفنا من داكشي اللي وقع في الشرق واللي وقع في الغرب واللي فهمتي نو،
عيب وعار. فهذه الحاله هذا الحزب ديالكم لا يساوي شيئا. وانا نقول لكم من دابا انا ماشي منه كاع. احنا في الضينا. اذا غتولي مجموعه ديال الجبناء ومجموعه ديال الحريصين على المقاعد وما نعرف شنو هذا واللي باغي يولي وزير يا سيدي لعنو الشيطان. لا بغالك الله تكون شنو هو وزير بعدا شنو هو وزير؟ راه الوزير النهار اللي ما تيبقاش وزير تيولي شخص عادي كيتسارى في الكره الارضيه. راه شحال من مره انا كانوا معايا وزراء جاوا ناس اخرين والله ما عرفوهم ما عرفوهمش وكانوا وزراء مالئين الدنيا. كنكون في البرلمان كيجيو لعندي كيسلموا عليا وما كيعرفوهم كاع. كانوا وزراء قداش ما بغيتش نذكر رسميتهم الاحزاب اللي كانوا فيها. هذه غير فهمتي ولا لا؟ هذه غير بحال داك سبع ايام ديال الباكور اللي كيقولوا المغاربه. ها انت في التلفزيون ها انت في الجرائد ها انت في الراديو ها انت كتقبض شي بركه تمشي مع الواد فهمتيني ولا لا؟ واش وليداتي غتسمعوا لهذا الكلام؟ عندكم شي استعداد باش تبذلوا مجهود باش ايوا اذا مرحبا بكم. اذا هذه المجيه ديالكم من مراكش كانت في محلها. ايوا نوضوا تمشيوا مع السي العربي يوريكم المقر. مسخنا بكم استاذ. ايوا اللي عطى الله هو هذا. كتقولوا غتمشيو تزوروني انا ملي كتقولوا ملي كنسمع الاخوان بغاو يزوروني كنبقى نقول شنو نقول لهم الا جاوا. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي.